ست الكل يا لؤلؤة، يا منورة بكل اجتهاد، يلي طول عمرك بتدي وعليكي الحمل زاد. تعالي شوية نحكي عن ياما تحديات شفنا فيها ايد قديرة رفعتنا في الأزمات، وما بقاش مش صعب إلا أحلى الذكريات. فتعالي نزين حياتنا بالورد والابتسامات، ونعيش اليوم بيومه بإيمان وكل ثبات، نقرأ الكتاب ونفرح وننشر حب وحياة. بيكم وحلقة جديدة من برنامج انتي لؤلؤة. مبسوطين جدا ان نتقابل معاكم مرة تانية بعد اسبوع طويل. يا رب تكونوا بتستنونا، يا رب تكونوا كمان بتستفيدوا من الحلقات ومن كل كلمة بتتقال. الحلقات اللي فاتت كنا بنتكلم عن التركيب الجسمي بتاعك والتشريح الجسدي بتاعك، وتعرفي نفسك وتعرفي جسمك ازاي. وبعدين الحلقة اللي بعديها كمان اتكلمنا عن المخ وبيتركب ازاي، وطبعا لازم نتطرق لمخ الراجل ومخ المرأة. مش هنتكلم عن مخ المرأة من غير ما نتكلم عن مخ الراجل، لانه احنا بنكمل بعض وبنستفيد من اني اعرف نفسي واعرف الاخر. ده هدف حلقاتنا في برنامج انتي لؤلؤة دايما، اني كل حاجة بنقدمها تكون بمثابة خطوة، بمثابة فكرة، بمثابة كلمة بتأهلك أكتر لحياة أفضل والعيشة أريح وبسعادة وبفرح معاكي ومع كل اللي حواليكي. بيشرفني الدكتورة ميري بشرة، وهي أستاذ ودكتورة الطب النفسي. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك مرة تاني، بجد أنا سعيدة أنا أكون معاكي. وأنا بجد سعيدة جدا. كل المعلومات اللي بتقدميها لنا بجد أنا أولا بستفيد منها، ومتأكدة بسي. إن شاء الله هتكون فايدة كبيرة جدا لكل اللي بيسمعونا. وتأتي بثمر. أمين. زي ما كنت بقول كده، تكلمنا عن التشريح الجسدي للمرأة، وتكلمنا عن المخ، وكان في كلام كتير بس حلقاتنا دايما يعني بتعدي بسرعة. النهاردة موضوع مهم قوي، نسمع كتير جدا كلمة أنا نفسيتي تعبانة. صح بتقولوها وأنا بقولها، كلنا بنقولها، أنا نفسيتي تعبانة. يعني إيه أنا نفسيتي تعبانة؟ إيه نفسيتي دي؟ إزاي نفسيتي بتتحكم فيا؟ هي نفسيتي بتتركب إزاي؟ هو ده اللي هنعرفه مع دكتورة ميري النهاردة. إيه دكتورة، نفسيتنا بتتركب إزاي؟ الأول بقول لكم يعني وحشتوني، وإنتي كمان بجد. يعني أنا كمان منتظرة الحلقة دي بجد، بحس بسعاده معاكي ومع برنامجك الجميل ومع الناس الحلوه اللي هي بتسمعنا. وفعلا بجد يعني اتمنى ان هي تاتي بثمر فعال. امين يا رب. امين. بس الجزء النفسي بقى ده جزء كبير قوي، هو المتحكم فينا فعلا. ولغايه دلوقتي يمكن انا مش هدخل في الجزء النفسي كتير، في حته اللي هي يعني ايه نفس دي صعب قوي ويعوزنا محاضرات طويلة جدا. لان النفس البشرية خدت وقت كبير قوي من العلماء يبحثوا فيها، هل هي الارادة، هل هي العواطف، هل هي مزيج منهم، هي ايه في اللاشعور، في عموما إيه النفسية خدت دراسات كتيرة قوي. وكل حد بيتناولها من جزئيته، لكن هنقول باختصار شديد قوي النفسية عبارة عن، هي النفسية البشرية هي بسيطة جدا ومعقدة جدا في نفس الوقت. بسيطة انها بتفرح بسهولة، تحزن بسهولة، تتجاوب بسهولة. معقدة بان كل ما بيمر بينا من حياة، من بداية الطفولة، من صرخة الميلاد حتى الانتقال من هذا العالم، كله ده بيأثر فينا بشكل غير عادي. معلش هقول حتة صغيرة بعيد برضو تاني، حتى النبات النبات ورق، الورقة بتاعت النبات لقيوا كمان ان هي عوامل الجو اللي هي مثلا النهاردة مطر، النهاردة حر، بيمسكوا الورقة ديت بيشوفوا فيها
ازاي في مش عارفه اقول زي خطوط معينه بيعرفوا ان دي تعرضت للجفاف دلوقتي، تعرض النفس البشريه كده، انا اتحرمت من حاجه، انا قهرت من حاجه، انا اتهيأ لي حاجه نشأت فيها، حتى ايفن اللي اتنشأ في قصور يعني بيبقى لازم يكون في حاسس بحاجه مهمه جدا. في حته عايزه اقولها للامهات، ممكن تكوني انت واقفه في المطبخ بتطبخي تعملي وتعبانه جدا، ويجي ابنك يقول لك يا ماما اديني انا عايزك مثلا في حاجه، تقول له سيبني عشان انا تعبانه بطبخ. انت بتطبخي له هو على اساس اتاكليه، هو حس انك انت مشغوله بالطبيخ اكتر منه، فبيحس ان نفسيته دي ممكن تاثر فيه وهو كبير. شوف حاجات هايفه بسيطه جدا بتاثر في النفسيه. معلش انا بجري بسرعه، لا لا لان لا موضوع النفسيه طويل. لا 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 على مهلك. احنا حتى لو احتاجنا ناخد حلقات تانيه ان شاء الله تكوني معانا، بس عايزين نفهم نفسيتنا. اوكي. هو انا ببقى مثلا فجاه الست بالذات ببقى فجأة كده زعلانة، أو ببقى فجأة فرحانة، أو ببقى فجأة مضطربة، إيه اللي بيحصل؟ أوكي. بصوا، إحنا لما اتكلمنا على المخ قلنا إن الست السيروتونين عندها نبيت فرس بالسلامتك ما بيتفرس بالصوره، مش زي الرجل. فبالتالي الست بتتعرض لنوبات اكتئاب اكتر من الرجل. لكن هنخش بقى نفسية الست بقى مع الناحية. الست كأنثى اتحطت في إطار مجتمعي منذ البداية، إن هي مجرد، أنا مش بتكلم على المجتمعات دلوقتي، أنا هتكلم المجتمعات وبعدين أخش على المجتمع دلوقتي، إن اتحطت في إطار بيولوجي. هي بيولوجي هي عبارة عن إنها بنت بتجيلها البريود سن 12-13 سنة، بعد كده هتتجوز، هيبقى في حمل، هتخلف، هي بتقعد في البيت تربي عشان العيال، تربي العيال، عشان تهتم بجوزها بالظبط، خلاص كده خلاص. فتحطت في إطار هذا الإطار. الإطار ده عايزة أقول لكم، يمكن الناس في منطقة الشرق الأوسط أو عندنا مثلا في مصر أو في أي وقت مفكرين الست في أوروبا أو في أمريكا واخدة حرية أكتر. أنا لما رحت أوروبا ورحت أمريكا ورحت هنا ورحت هنا، أنا لقيت إن الميتاليتي هي والمرأة هي صح، وبتتعامل في القالب الإنساوي هي ومفيش حاجة اسمها الكلام دوت. هي بتختلف صح إن هي بس برضو النظرة، أنا شفت ناس في أمريكا وناس في أوروبا بيبصوا للمرأة مرأة. الإطار دوت خلى المرأة الصحة النفسية بتاعتها بتتحط في مأزق. إيه هي بقى؟ وهنتكلم يعني إيه صحة نفسية؟ يعني إيه صحة نفسية؟ الصحة النفسية عبارة عن أنا تكيفي، أنا كرغباتي واتجاهاتي الفردية اللي أنا عايزة أعملها، إزاي أكيفها مع مجتمع بيفرض علي حاجات ولازم اتأقلم معاه واتحداه بتحديات معينة واطلع بالنتيجة ان انا سوية وعشان انجح وعشان اكون في المجتمع مرضي عني، مقبولة. حلو. شفتي بقى يعني ايه ده؟ يعني 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 على فكرة ده تشالنج كبير طبعا، ده تحدي كبير طبعاً. مش حاجة كلمتين طبعاً. انا بقولهم كده، لا ده في فاكتورز افكتنج كبير او بتدخل عوامل داخله فيها. مش متخيل ياما ندوات ومحاضرات والامم المش عارفه المتحده، والنهارده نعمل بروجكت مش عارف، كله بيتكلم في اطار ازاي تاخد المرأة حريتها، لكن كله ده حاجه واللي الميكانيزم داخل الجسم وما تحتاجه المرأة حقيقيا، مش في المؤتمرات مش ولا في الصحف والمجلات والكلام نو الحقيقي العملي الحقيقي. لما بتتواجه مع رجل ورجال او لما تتواجه في شغل او تتواجه مثلا في مكان وانت مرأة وليكي حدود معينة وليكي وتبقى هي نفسها انها تبدع ونفسها انها تدخل في مجال معين ونفسها ونفسها، كل الكلام دوت بيحدها وهي بقى بتتكيف. وبناء عليه نجاح المرأة ان هي تتكيف مع زوجها واولادها وابنائها في تربيتهم وانها تخرج الشغل وان هي تكون
خلي بالك بتتعرض في الشغل، الراجل يقولها مش ترضيت انك تطلعي خلاص استحملي بقى. فهي بتشتغل زيها زيه، ولو غلطت بتتعاقب وترجع على البيت، لازم ان هي المسؤولة الاول والاخير عن بيتها، من اكل من نظافة من كل حاجة، من متطلبات زوجية من متطلبات اجتماعية، اهل زوج اهلها كل طبعا. الاجتماعيات دي، وان هي تتكيف رغباتها مع اللي بره مع ده كله، وبتنجح وبتثبت وجودها وبتربي ولادها كويس وبتطلع بيتها بنجاح، ده بقى نجاح المرأة بالصحة النفسية بتاعتها. بس كل ده على حساب مين؟ على حسابها اكيد، على حسابها بالظبط. بس في نقطة دكتور عايزة أسألك، يعني ايه اللي يؤهلني اني اكون انا صحيحة نفسيا؟ بالظبط، وده اللي هندخل عليه دلوقتي. في بقى حاجة هي أنا مش قادرة أدخل فيها في شرحها قوي، بس كلنا فينا كل العالم الشخصية الواحدة بتندرج تحت نسب، أنت فيكي مين من الشخصية؟ أوكي. فأنت في شخصية، كل شخصية تحت منها فروع، يعني مثلا الشخصية الطفولية والوالدية والبالغة والناضجة. ممكن أكون أنا نسبتي مثلا في الناضجة 70%، يبقى أنا مثلا في الوالدية مثلا 20، في الطفولية عندي نسب من كل شخصية. في أنا شخصية مثلا طفولية ببقى كل حاجة تحت منها حاجات كتير قوي، يعني أنا فعلا يبقى هضيع الحلقة لو أنا اتكلمت لا فيها. احنا ممكن بس ناخد أنا لها عايزة حلقات تانية. أنا عايزة أدخل بقى على الشخصية البالغة. أنا بعض أحيان أنا مش شخصيتي شخصية بالغة، أنا شخصيتي شخصية طفولية، شخصية طفولية بتتعود على فيها أنانية وفيها وفيها وفيها، سماتها ايه؟ الطفولية ثلاث حاجات، فطرية ومحورية وغريزية، حاجات كتير. فأنا لو كل واحدة يعني مش احنا هينفع. بندي فكرة بس عشان لو حد بيتفرج علينا النهاردة تبقى حاسة ان هي هو انا عندي صحة نفسية، انا صحيحة نفسيا، انا سوية، ولا انا محتاجة اشتغل على حتة معينة، او عندي الجانب الطفولي مثلا اعلى، او عندي الجانب العاطفي اعلى، او عندي تحبي ان انا ادخل يعني في الحته دي نوتس يعني سريعه؟ نوتس سريعه اوكي عناوين. اشكرك. بس الشخصيه الطفوليه، الشخص الشخصيه الطفوليه بتبقى فيها ثلاث حاجات، اللي هي الانانيه، انا عايزه، انا عايزه اكون موجوده، عايزه الميك اب بتاع شعري كده. بتدخل فيها الشخصيه الغريزيه. يعني ايه الشخصيه الغريزيه؟ الغريزه ان انا عارفه مثلا بابا بيجيب لي شوكولاته، فانا بحيي بابا اول ما يدخل عشان اضحك عليه عشان اخد منه الشوكولاته، انا عارفه ان ماما مثلا بالغريزه. مش عارفه ايه بالغريزه. الشخصيه المحوريه، انا بتحور حسب الموقف عشان انا اخد اللي انا عايزاه، انا بجري بسرعه. الوالديه فيها السلطه، لا اما سلطه ايجابيه لا اما سلطه سلبيه، لا اما السلطه الايجابيه من حزمه وربطه وهو كده وما ينفعش، ولو عملت الغلط لازم تتعاقب، والولد لو اتحرك من مكانه. في شخصيات كده، شخصيه سلطه، الام مديه يعني انت عارفه سلطه. في الشخصيه الثانيه، ابنك عمل غلط مش عارفه ايه، معلش يا حبيبي اصلحه لك، انا مش تخلي ابنك يصلحه، الاعتماديه. انا بجري معايا معلش، بس كل حاجه لا عشان في حاجات مهمه جدا في الجسد في المراه يمني قوي. الشخصيه البالغه بقى هي عباره عن ايه بقى؟ اللي بتتحمل كل ده، اللي جاي لها ده بيعيط بتحتضن وتطبطب وترفع، اللي جاي لها دوت مثلا تعبان من حاجه معينه بتتحمل. الشخصيه دي بقى خطر جدا، على الرغم من انها ناجحه جدا بس خطر جدا، ودي اللي المراه بتتعرض لها اكتر عشان هي تتاقلم مع المجتمع ومع متطلباتها الشخصيه، فبتضطر انها بتظهر بصوره ثانيه. في صورتين للمراه، بعض احيان المراه بتظهر بصوره مستضعفه عشان تجذب الرجل، ودي صوره، فبالتالي طلعت عندنا سمعه ده الستات والبنات مش عارفه متدلعين عشان لا عشان يسحبوا الولد ويسحبوا الراجل ويسحبوا مش عارفه ايه، ودي لينا سمعه برضو فيها مش قوي كويس مش كويسه. وفي اللي هي بقى اللي هي مسترجله فيها، يا عم دي مسترجله دي 100 راجل، دي مسترجله و100 راجل وكده، فبقيت في تناقض كبير قوي. لكن في الحاله ديت بقى، ودي اخطر شخصيه، انا بتحمل بتحمل بتحمل، لكن يوم ما انا هاجي هقع انا بوقع الاسره كلها. كنت حضرتك بتدينا مثل على تركيبه الشخصيه النفسية بتتركب ازاي؟ اتفضلي.
دلوقتي هجيب مثل بسيط جدا، ان واحده يعني واحده ست وراجل جوزها، وجه حد اتعدى على جوزها، جوزها برغم ان هو راجل لكن مش مشكله، الراجل ممكن يكون عنده شخصيته. الاشخاص عامه في العالم كله بتحتوي الثلاثه زي ما قلت في الاول. فقال خلاص جوز اختك مثلا تعدى عليا، طب ومين ده جوز اختك مثلا؟ انا هروح واعمل واسوي واعمل، ولازم ان انا هقتله واعمله. بقت خناقه، بقت خناقه. الست بقى، ودي اللي هنقولها في اخر حلقه، ازاي كورونا الشعر بتشتغل. الست بقى مراته جت قالت له انت برضو تعمل عقلك بعقل ده، هو جوز اختها ويعز عليها قوي انها تتكلم الكلام ده. بس هي عايزه ترفع، انا لازم ارفع جوزها. لا، من الشخصيه، ما دي الشخصيه البالغه او الحكيمه، ان انا برفع اشوف الشخصيه اللي قدام مني طفوليه ولا والديه وارفعها لمستوايا، المستوى البالغ. المستوى البالغ. أوكي. فراحت قالت له مين ده؟ ده راجل احمق، ده راجل ما بيفهمش، ده هو غبي، ده هو عمل، وانت تعمل برضه عقلك بعقله، ولا مركزك مركزه، ولا قيمتك قيمته، ولا انت زيه، وازاي تساوي نفسك بنفس. انا مستغربه لعليك، لا لا لا، انت اول مره دي تعملها، لا انت عمرك ما عملت الحاجه دي. قلبته، راح صحصحته كده. ايه ده؟ صح، خد موقف معاه. خد ايه موقف؟ طنش بقى الخناقه اللي مع، عشان كده بقول المرأة أقدر على لم المواضيع. أيوة. في الخناقات. أيوة. بحكمتها. بحكمتها. دي المرأة على فكرة، ما تقوليش إن دي حكيمة ولا مش حكيمة، المرأة عندها المقدرة لكده. ودي بس إزاي بتستخدمها، هو ده الفرق. المشكلة بقى. مش كده؟ يعني المرأة عندها المقدرة، لكن أوقات ما بتستخدمهاش صح، وأوقات بتستخدمها غلط. صح. أوقات بتستخدمها في المكان المناسب والوقت المناسب، بتبقى رائعة. أفضل حاجة. فرفعت جوزها من الشخصية الطفولية للشخصية البالغة. هقول مثل تاني للأم في البيت. أيوة، فضل. ابنها جاي بقى عامل ثورة، الكتب بتاعتي كنت حطيتها هنا وضاعت مني ومش لاقياها ومش عارفة ايه. في أم تقول له عشان انت مهمل. أيوة. عشان انت أصلا تستاهل كتبك تضيع. دي الشخصية الوالدية السلبية. ما ديتلوش حل. أم تانية تقول له طب أنت آخر مرة قعدت فين؟ تعال نروح نعمل مع بعض فين كذا كذا كذا. دي شخصية اللي هي الوالدية اللي ادت حل، بس بتقود للحل. تعال شوف الشخصية البالغة تقول له إيه بقى. مختلفة تماما. هتيجي تقول له بصي حبيبي أنا عارفة إنك أنت منظم، وهي عارفة ابنها مهمل. انا عارفه ان انت شخص ما بتسمحش بالحكايه دي، واكيد اكيد، بس هي غصب عنك النوم غلب عليك، غصب عنك مش عارفه ايه. رفعت، بترفع قدره، زي اللي بيغرق كده واجيله من تحت عشان ارفعه عشان ياخد هوا. دي الشخصيه البالغه. حلو قوي قوي المثل ده. فالشخصيه البالغه. المهم بقى، خلينا بقى نتكلم في المراه الشخصيه البالغه اللي هي بتتحدى، اللي هي دي بقى. انا بقول لكل راجل لو عندك واحده بالشخصيه البالغه، وبقول لكل بنت، بقول لكل ولد، لو عندك مامتك بالطريقه دي احذروا، يوم ما هتقع انتوا كلكم هتقعوا، لان انفجارها بيبقى اللي هي الشخصيه البالغه. لان احنا عايزين نبقى شخصيات بالغين وناضجين وبنتصرف صح. ايوه، بس ما تضغطيش تبقي بالغه العمر كله. ده اللي انا عايزه اديها للمراه النهارده. امال ايه التكه بقى اللي تقوليها للمراه النهارده؟ تعمل ايه؟ شخصيه بالغه وعندها حكمه وعندها يعني راي صائب وكده. هي مش حته راي صائب قد ما هي بتتحمل. هناك فرق ما بين، على فكره حلوه قوي اشكرك، بين ان انا بدي راي صائب على طول لان انا صاحبه راي صائب، بس انا مش الشخصيه المضغوط عليها. لكن انا بتكلم على الشخصيه اللي بتضغط نفسها غصب عنها اللي عشان تتاقلم. احنا لسه برضو الايتم الكبير الصحه النفسيه. الصحه النفسيه والتركيب النفسي. انا بتاقلم، بتحور، وببقى شخصيه بالغه عشان اشيل الشيله، لكن انا اساسا مش شخصيه بالغه. ودي الفرق. فرق يعني هي تكه شعره كده، هي شعره. يعني مش واخدين بالنا منها الصراحه خالص. يعني طول الوقت انا اني عندي الحكمه وعندي الجرأه وعندي الراي الصائب وعندي الذكاء مش عارفه، وبفكر طول الوقت زي ما حضرتك قلت لنا في حلقه من الحلقات. فانا دايما مقدامه، بقول للناس يعملوا ايه اللي حواليا، بفرح. البرسوناليتي بتاعتك. وبفرح جدا لما يعملوا اللي انا بقول عليه وينجحوا فيه، ببقى حاسه ان انا
هكمل كده. دي البرسوناليتي بتاعتك، دي الصح. لكن انا بتكلم على ان انا، انت بتقولي ساعات باجي ببقى حاسه انا مخنوقه، مش عارفه ايه، مش مظبطه، مش في ناس هي فعلا عايزه تعيش الشخصيه، فمش عارفه هي لازم فرض عليها المجتمع تعيش الشخصيه البالغه، بس هي مش شخصيه بالغه، فدي بقى وقعتها هي صعبه اتفرض عليها على اساس الشخصيه البالغه. إن يعني انت امتى انا فارمل، انت سالتيني سؤال امتى فارمل، بالظبط. امتى اقول انا بقول لكل ست دلوقتي، بقول لكل ام، بقول لكل زوجه، لو انت حاسه نفسك انك بتضغطي نفسك في اتجاهات كبيره، انت وقوعك هيبقى صعب وهتوقع الدنيا، حاولي بقى تتاقلمي، تدي لنفسك شويه من مساحة. المساحه عشان انت عاوزه ترضي ده وعاوزه ترضي ده وعاوزه تطلعي. ازاي تدي لنفسها المساحة؟ ما هي بقى ايه، انت طبيعتك ايه، الجائي لطبيعتك ايه. لو انت فيكي الشخصيه الطفوليه في وقت من الاوقات اعمليها، لو انت فيكي الشخصيه اللي هي الوالديه في وقت ما، بس ما تعملهاش كتير يعني عشان ما تضيعيش الولاد والدنيا ايوه يعني. عمليه يعني تبقى في حته ترفهي بيها عن نفسك. انت عرفتي النهارده احنا يعني المحاضرات دي الهدف منها ايه، ان اعرف اللي انا ممكن اكون اجهله صحيح. عشان ما اقعش في طائله العقاب بتاعه. فانا ادي لنفسك انك انت تبقي الشخصيه البالغه بس ما تضغطيش على نفسك للاخر. يعني يعني مثلا فور اكزامبل، انا لازم ان انا اخلص الطبيخ والنظافه لا، ما انت اخر اليوم هتقعي ومحدش حاسس بيكي. نظمي الدنيا، فلازم تدي لنفسك وقت، وقت راحه، وقت بتاعك انت تقعدي فيه، تاخدي القهوه بتاعتك او تتفرجي على حاجه بتاعتك علشان تقدري تاخدي انرجي جديده وتعملي بيها الشخصيه البالغه اللي انت مكمله فيها. ليه؟ برضو ليه؟ عشان السيروتونين، نرجع تاني للمخ. ايوه. السيروتونين يا اللي جماعه بيشتغل. عايزه افهمكم عنه حاجه، هو بيتفرز بعد النوم، في وقت النوم، عشان كده بنقول لازم ننام من 6 ل 8 ساعات. اللي ما بينامش من 6 ل 8 ساعات ومضغوطه على طول على طول على طول، مفيش سيروتونين. انت اصلا السيروتونين عندك قليل، لما انت كمان بتضغطي فده ما بيتفرزش خالص، هو بيبقى كميته عند الصبح، بيستنزف خلال اليوم، لما باجي على اخر اليوم بيبقى خلاص انتهى. بالراجل والست، ده انا مش اللي بتكلم بيحصل يا دكتورة، ان نقول عليه اضطرابات النوم مثلا، او كده اللي بيحصل له اضطرابات نوم دي. انا عارفة ان دي نقطة جانبية بس جات على دماغي قوي دلوقتي، يعني لو في واحدة بيحصل لها اضطرابات نوم مش بتنام الست او الثمان ساعات كاملين على بعض، تقوم ثلاث اربع مرات في اليوم، دي موضوع مرضي تاني خالص، مش تبعنا لازم خالص. مرة نتكلم عنه. بس هو ده يأثر على يومها ويأثر على شخصيتها ويأثر على على الدنيا كلها. بس ده ليه، عوامل تانية يعني، مش هينفع نقوله في الحلقة دي خالص، لأن يعني ده بوابة لمرض معين. لا، ما احنا بنوعد المشاهدين النهاردة ان احنا عندنا يعني ألات من الحلقات في تفاصيل كتيره جدا، وان شاء الله تكوني معانا دكتوره. سيدي انا علشان شرف عايزين، ليا. انا عارفه ان دي تفاصيل كتير بس احنا النهارده بنحاول برضو بنحط الحاجات الاساسيه. اوكي طيب، في قولي لي اخر حاجه في تركيب النفسيه. لا انا مش عايزه اخوض كتير قوي في التركيب النفسي، لاني بس هقول لها كونكلوجن بسيط. انت عندك، حطي في دماغك انت عندك السيروتونين قليل، بيتفرز قليل، لكن انت لازم تاخدي راحتك عشان يتفرز كويس. هتبتدي تعملي البطله الشهمه اللي تقعدي تتاقلمي مع ده ومع ده ومع ده، ده طبيعتك، لان هي تركيبه مخك كده، تركيبه جسمك كده، الكروموسومات عندك كده، التمثيل الغذائي عندك كده، الهرمونز بتاعك كده. لكن انت لازم تخلي بالك انت شايله شيله كبيره طبعا. الزوج والاولاد، الولد اللي عندك في البيت اللي هيبقى راجل بعد كده، ما هو برضو طالع من هذه الأسرة ومن هذه الأم، منك، من تحتك، فبرضو انت هتأثري بطريق مباشر او غير مباشر. فخلي بالك انك ما تبقيش الشخصيه البالغه لطول الوقت، لازم تدي نفسك مساحه، لانك الطفل اللي جواكي غاليه لازم قوي. يطلع شويه صغيرين. ايوه لازم يطلع لجوه. انت حضرتك قلتي في بدايه البرنامج، انا عايزه بس عشان انا بجري عشان الحلقه، لا 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 أذكر. اهم حاجه عندي دلوقتي الجزء الجسدي مع النفسي. هنتكلم هنتكلم على حاجه، الدوره الشهريه، تاثيرها على نفسيه المراه. بالظبط.
في مجموعه من الهرمونات انا مش هقدر اتكلم عليها لان دي ما تخصكيش كتير، مش عارفه ده يطلع وده ينزل والاستروجين يطلع والبروجستيرون ينزل واللاكتوجين مش عارفه ايه كل الكلام اللخبطات دي كلها اللي احنا بنحس بيه قبل البيريود ما بتيجي بيومين ثلاثه، او في ناس بتبقى قبلها باكتر في ناس قليل. بيحصل اضطرابات قوي قوي، بتحس بخنقه، تحس مش كل الناس، اكرر تاني، في ناس عندها صعبه قوي، في ناس عندها ميديوم، وفي ناس عندها ما بتحسش بيها خالص، صح، بتمشي ولا اي حاجه. من ضمن الناس الشهيره في في التاريخ الملكه فيكتوريا. الملكه فيكتوريا كان جوزها الملك بيتلاشاها قبل البريد ما بتيجي بيومين، وكل الحرس بيبقوا عارفين لانها بتبقى قمه الاثاره، وهي اسمها ملكه واسمها يعني ناس فاهمين هم بيعملوا ايه، لكن وكان حتى الحراس اللي حواليها والخدم اللي حواليها وكل الطاقم الاداري اللي معاها كانوا بيبقوا عارفين ان قبلها بيومين ما حدش بيجي يعني ناحيتها. لان الحته دي انا عايزه اقول لك نسبه الطلاقات كتير بتبقى في الوقت ده بين الراجل والست، بتبقى هي عصبيه جدا من الهوى اللي ماشي. الناس اللي هي برضو هقول تاني مش كل الستات، الهوى اللي ماشي بتبقى بتتخانق معاه. في رجاله ما بتتحملش شهر على شهر على شهر، فعلا بتيجي بنسبه لما اتعملت احصاء نسبه الطلاقات اكتر بتحصل في الوقت ده. فنخلي بالنا ان احنا لو انت من النوع ما هنقول ايه اللي بيحصل ونقول العلاج بتاعه. لو انت من النوع اللي هو بيبقى عصبي قوي وممكن يعمل مشاكل، هو مش عصبي، هو بيعمل مشاكل وبيخلق مشاكل، يعني بتبقى بتتلكك تعمل مشكله من غير ما تحس، بس ده غصب عنها. ما انا بقول من غير ما تحس، الهرمونات متلخبطه لا ارادي، لا ارادي، وبتعيط بعدها عياط هستيري، وبتبقى متضايقه، بس في ساعتها ما بتبقاش حاسه بيها. فانا بقول لو انت، لو انت من الشريحه دي، حاولي انك هتبقى صنع المشاكل مش بايديكي، ولكن انا مش بتكلم على ادويه معينه، بس في حاجات بتبقى طبيعيه بتهدي، فحاولي انك انت تتصرفي او طب يا دكتورة بس ما تقوليليش ايه عشان لا لا, لا بعيدة عن الادويه. احنا في برنامجنا هنا مش بنشرح ادويه، لان يعني كل حد لازم يروح للدكتور علشان يشوف شخص، يعني يشخص الحاله من فرد لفرد مختلف. لكن هل في حاجات، تصرفات معينه تعملها مع نفسها ومع بيتها عشان تبقى الوقت ده يبقى اهدى ويمر بسلام؟ زي ايه بقى؟ بصي بقى زي ايه، هو دلوقتي هي عرفت، يعني الناس اللي بيتفرجوا علينا واللي ما بيتفرجوش ممكن تكون هي وسيله انها تنقلهم. لو هي تعرف حد بالطريقه دي او هي كده، هي عرفت دلوقتي ان الوقت ده المشاكل بيطلع ليه. اصل هي بتبقى عيني غلبانه مش فاهمه هي عملت المشكله ليه، وبعد منها بتبقى بتندى، وممكن في ساعتها طلقني طلقني، هي مش حاسه. أيوة. لكن صح. بعد منها بيبقى فيه ندم. دلوقتي احنا مش طلقني بس، يعني هو انا اسيب لك البيت سيب، يعني انا هروح عنده همشي خناقه وزعيق وتوتر بالظبط كده، هتعمل ايه؟ فهي عرفت انا لما بعرف حاجه بحاول ان انا باخد بالي منها، فتاخد بالها منها لما بتيجي المشكله، تحاول ان هي يعني بتدي نفسها، يعني في تدريبات اللي هي 7 دقائق 6 دقائق 15 دقيقة مش عارفة ايه، اللي هي تعمل اي حاجة ان هي تخش اوضة تانية، تقفل على نفسها، المهم بتتلاشى الصدام اللي حصل دوت، او ان هي بتشرب حاجات اللي هي مثلا ليمون، مش مهدئات، ينسون، لا مشاريب طبيعية، اللي هي عرفت انها من النوعية دي، بتبقى قبل البريود ما بتيجي بتبقى مهيئه نفسها للحاجه دي. هي طبعا عليها بتبقى دور اكيد طالما عرفت هي بتتاقلم. بس في ناس يا حرام ما بتعرفش. دي بتكلم على الدوره الشهريه خلاص. نخلص منها بسرعه. هنخش على الحمل. في ناس بيجي لها اكتئاب في الحمل، وفي اكتئاب ما بعد الولاده، ده مشهور جدا جدا، يعني حمل ما بعد الولاده ده كارثه الكوارث. يعني في الحاله دي انا بقول يعني هو يستحسن انك بتبقي مع طبيب ان هو بيكتب لك، لاني خلي بالكم انا عايزه اقول حاجه، انا هي في مدارس في الطب النفسي، في مدارس انها بتدي علاج، في ناس بتدي علاج وسلوكيات وجلسات، لكن في الخلاصه
الادويه في الطب النفسي ليها سايد افكت كبير قوي، ولو اني ده ضد اللي انا يعني انا بس انا بس اكون احيانا اونست، بتبقى ضروره. بس هقول حاجه، هي العلاج بيبقى نقص كيمياء في المخ، ولو انا ما عالجتش وما اديتش نقص الكيمياء انا مش هعرف اطلع بالسلوك العلاجي صح. صح، فانا لازم اعوض الكيمياء. فهي عباره الاكتئاب اللي بيجي ده نقص كيمياء، فلازم يكون في دكتور هو اللي هيتابع معاها. هي عرفت، فده ضغط نفسي تاني للمرأة. في ضغط اتفضلي. بمناسبة المواد الأدوية اللي بتتاخد يعني في الفترة دي، ليه الناس بيخافوا منها؟ علشان بنقول وصلح لنا النهاردة ده صح ولا غلط، إنه لو خدتي دواء الاكتئاب ده مش بس هيبقى عندك سايد افكت، لكن ده هيبقى بتستمري عليه العمر كله. هل الكلام ده صحيح؟ هو بصي ممكن يكون هو مش صحيح 100% طبعا، لان في حاجات بتاخد مثلا علاجات 3 شهور وبعدين انا بخلص العلاج بنزل بيه تدريج لغايه لما انهيه خالص. في علاج اللي هو ساعات الحمل وساعات الولاده او بعد الولاده، بعد الولاده دي مهمه جدا، دي فتره تيمبروري مش بيرمننت، مش أيوه. مريض، ايوه مش مريض نفسي ان انا فلما بديله هتخلص الفتره خلاص هي هيخلص الاكتئاب، يخلص معايا. بس اثناء الفتره دي ممكن نستعين ببعض العلاج لازم ليظبط الكيمياء علشان انا ما عنديش خيار تاني. طب بس دي كمان يا دكتوره على حسب شده الاكتئاب. يعني في حاجات بتمر كده مرور الكرام، يعني يومين ثلاثه عياط، يوم او يوم لا عياط، مش عارفه ايه كده. مساعدة الناس اللي حواليا في المرحلة دي. بصي يعني أنا لسه بقولك دي بقى بقولها للي حواليها والزوج بالذات، لأن ممكن اللي حواليها يعملوا معاها بس مش هيأثروا. الزوج هو المين الأساسي، عليه الدور الكبير، الزوج الدور الأساسي. الزوج بقى تيجي بقى الرجالة بعض الحين ما يزعلوش من الرجالة، مش عندهم طاقة وما عندهمش مش عارفة إيه، وما بيستوعبوش الموقف دوت ويقولوا لها كلمة تجرحها، أنت مجنونة أنت فيكي. ساعات بعض أحيان في الفاظ بتطلع مش مظبوطه، الجرح لما بيجي من الزوج بيبقى صعب جدا او من البتاع، فالمشكله بتبقى اصعب. وفعلا فعلا انا بقول لكل زوج احتضن زوجتك خصوصا ساعه الولاده. وعلى فكره في الولاده ساعه الولاده ان الزوج بيبقى واقف وماسك ايد الزوجه مهمه جدا 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 جدا، وبتسهل عمليه الولاده وبتسهل بعد كده النفسيه. هنخش على اللي هي بقى حاجات اللي هي الجراحات. كلمة كانسر دي العدو اللي بيهدد الدنيا كلها، وخصوصا بقى الست كثدي وكرحم. في حتة نفسية اقولها على الثدي والرحم. الست لما بتعمل هناخد عملية الحتة دي ونختم حلقتنا. حاضر. وبعدين لينا حلقات صدقيني كتيرة تانية، ده احنا اللي نفسنا في المعلومات دي، بس مش بنحب نطول على المشاهد قوي طبعاً. في الحلقة لاني ما بقاش حد عنده دلوقتي لا ما حدش بيقعد طولة بال طبعاً. يقعد اكتر من 25 دقيقة او 20 دقيقة قدام الحلقة. هي بسرعة خالص ان يعني هي بتبقى محتاجة جنب منها حد سبورت ليها، لان هي بتبقى حاسة ان ده جزء من جسمها اتشال، بتبقى حاسه كانه في ميت عندها. أيوة. مات منها. صحيح. اوكي. المينوبوز بسرعه كده ان هي برضو ان هي المينوبوز اللي هو فتره انقطاع الدوره، فدي السن بتبقى الياس. فتره بتبقى برضو مش بنحب السن. نقول قوي عليها سن الياس، ما بحبهاش مش كده؟ لا انا عشان كده. احنا هي سن بالعكس. اسمها سن التغيير على سن فكره، التغيير ومرحله جديده من حياتك وبدايات مرحله جديده، انطلاق بقى، ومش حاسه ان في حمل بيريود وحمل بتاع. لا لا دي بتبقى على فكره مرحله احلى. شكرا أنا يا شخصيا. دكتوره جدا جدا على المعلومات القيمه دي بجد ربنا النهارده. ربنا يبارككم، ربنا معاكم في كل مرحله من حياتكم. النهارده فهمنا حاجات كتير قوي عن نفسنا. لما يكون عندك البيريود ما تتكسفيش تقولي لجوزك انا دلوقتي تعبانة، أنا عندي البريود، علشان هو يقدر المرحلة دي معاكي، الأسبوع ده الصعب من حياتك، لما تكوني كمان حامل، لما تكوني في مرحلة الولادة أو من بعد الولادة. بنتمسك بربنا وبالسبورت الناس اللي حوالينا، كمان جوزي، مامتي، أختي، اللي ربنا حاططهم حواليكي.
استمتعي بالفترة دي، هي بركة كبيرة ليكي والطفل اللي جالك كمان بركة كبيرة لحياتكم. اه صعبة ومقدرين انها صعبة، بس كمان مليانة حاجات حلوة وبركات. ربنا معاكم، واستنونا الحلقة الجاية من برنامج انتي لؤلؤة.